يجازيكم بخير. حنا بين هادشي تنهضروا للراعي العام والسلطات تعاونوا معنا، ما تنكروش الخير. نهار تعطب البكار بقينا حنا بحثوا لقونا تنسالوا وعطونا التسويق المقتدر وعرفنا غادي يكون عنده المستقبل، رضينا عليه ونضنا تنكتبوا تنتحاوروا مع السلطات بما فيها اننا حنا ما كانوا عندنا مرافق مزيانه، ما كانت حتى شي حاجه في السوق العشوائي، تنكتبوا تنراسلوا تنديروا وقفات باش يديك للسوق، والحمد لله جاب الله التيسير وبقات بدات الاشغال اعاده الهيكله، ولكن تنطالبوا الله يجازيهم بخير من السلطات ومن السيد الوالي وعلى راسهم سيدنا الله ينصرو سيدي محمد السادس باش يديك لنا السوق ان شاء الله ويكون بالمواصفات كما قلت لي بوكس على شكل محلات باش كل واحد يعرف محلو فين كاين ونقبضوا قرارات ديالنا كلنا. وحنا في الحوار نهار تنتحاوروا مع السلطات كانوا الناس من الولايه والناس من المجلس وحضر معنا القائد والباشا والسلطات تنحترموهم الله يجازيهم بخير. انا كاتبه الجمعيه، بصفتي كاتبه الجمعيه انا كندلي بالافكار ديالي. المهم حنا من اللي عندنا الحوانتي ديالنا وكانت 400 شخص ودروكا تعطات المشروع 742، وحنا ماشي ضد هذه الفكره ولكن ضد بان نكونوا عندنا حوانتنا ويكون واحد المارشي عشوائي. اذا ما بدلناش الوضعيه بوضعيه احسن، اذا ملي بينا حنا نوضعوا نبدلوها بشي حاجه اللي ماشي احسن نبقاو نيت في ديالنا. علاش حنا كنا كنسدوا عليه نوليو تنخليوه عرضه للشارع؟ لا ما يمكنش. هذا هو علاش نضمنا هذا الاحتجاج السلمي باش هذا الاحتجاج السلمي باش توصل الكلمه اللي بغينا نقولوا وفي الاول وفي الاخر بان تنحتاجوا حنا السلعه ديالنا باش تسد على اي لي بوكس او لا حوانت، والمهم شي حاجه اللي كنضمنوا فيها سلعتنا كنخرجوا كنخليوها، وحتى الناس اللي معانا يكونوا محصيين وكل بلاصتو. انا عبد المغيث الخشاب واحد من غير المستفزين بعدا في المارشي وباقي في لائحه الانتظار بعدا اجي وحده. ثانيا هذا المشروع اللي تبنى راه ما صلح حتى شي واحد، لا المواطنين ولينا حنا. علاش لا المواطنين؟ انا بصفتي كزار تنبيع ونشري، واش هاد اللحم نهزها على كتافي ونخرجها ومدجاج هكاك والحوات هكاك؟ واحد عنده التليفونات تيبيع ويشري يتمخروا ليه بالليل، واحد عنده معمر ب 3 مليون ولا 4 مليون تحت الحوايج يتمخروا ليه بالليل. هاد الشيء ما في صالح حتى شي واحد. حنا مصلحتنا في حاجه وحده، هو ملي بغيت تعطى المارشي يكونوا فيه لي بوكس، يكونوا لي بوكس باش اللي بغى يخرج من محلو غادي يسدو، ما غاديش حنا نخرجوا. الاسم ديالي هشام ابا سعود، بائع من الباعة الغير مستفيدين في سوق الحي المحمدي سوق الخير. فاخويا هاد المشاكل جينا اليوم درنا هاد الاحتجاج هذا بانه بين الصوت ديالنا يوصل للمسؤولين، فتيتمثل في انه هاد السوق هذا السوق الجديد اللي داروا فهو ما تنطبق فيه جميع الشروط اللازمه اللي لينا حنا كبائعين. المهم المطلب الاساسي ديالنا هو انه خص هذا السوق هذا يقادو فيه محلات على شكل لي بوكس كيف تنطلبوا. ثاني حاجه اللي تنطلبوا منه وهي الزاميه هو انهم هاد الناس هاد الباعه الغير مستفيدين اللي حنا ضايعين من 2007 باقي ما توصلناش بقرار ديال انه مستفيدين، فرقوا على 400 واحد، فرقوا عليهم الوراق، فرقوا عليهم الاشهادات. 400 واحد تسلمت الاشهاد ديالها وهاد الناس هادو اللي باقي ما مستافدينش ما تسلموا والو ما توصلوا بوالو. ودابا هادشي اخويا راه زكاو معنا 8 شهور باش بينا نتحولوا من هاد السوق المؤقت للسوق الجديد. داز 8 شهور دابا راه غاديين في عام ونص وباقي ما تسلمنا والو، باقي ما الاشغال انت تشوف كيف غادي بواحد الوتيره بطيئه جدا. المهم تنطلبوا من السلطات انه هاد السوق هذا راه خصهم يكونوا فيه محلات، حيت حنا في النوب الاولى كنا بمحلاتنا، دابا الا دخلتي لهاد السوق المؤقت اللي عطاونا راه بانيين فيه محلات، يعني هاد الناس هادو خصهم يحولونا المحلات ماشي بغي يحولونا التراساج. المهم راه اخويا راه لاحظتي انت السوق الجديد كيديروا راه تتشوفها فيه غير غطا وارض هما اللي فيه. المهم الله يهدي هاد الناس.